من جانبها أكدت وزارة الداخلية تلقيها لمعلومات من قبل أستاذ جامعي تلقى بدوره رسالة من امرأة أجنبية تتضمن إمكانية تعرض النائب المنجي الرحوي وزوز شخصيات أخرى إلى الاعتداء. وفي السياق هذا بادرت وزارة الداخلية بأخذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين الشخصيات هذه، كما قامت بفتح تحقيق للوقوف على جدية المعلومات بالتنسيق مع السلطة القضائية.